لم تدم الهدنة الإنسانية سوى 4 ساعات بعد أن وافقت عليها كل من إسرائيل وحركة حماس، ولم يكن يعلم الفلسطينيون أنها ستجهض بسرعة، لذلك خرجوا من ملاجئهم متوجهين إلى ديارهم في بيت حانون. احنا ايش بدنا نروح؟ بدنا نتشرد يا على مدرسة يا في الشوارع، إن شاء الله بيشوفونا خيمة، يشوفونا حل، احنا هيك كنا نعيش هيك، لقيت 8 عائلات في الدار وين بدهم يعيشوا؟ مدينة غزة التي شهدت قصفا إسرائيليا وخاصة في حي الشجاعية فيها خرج السكان إلى شوارعها، إنهم يبحثون عما فقدوه. تهدئة ممتازة جدا، الواحد بتحرك فيها بشوف داره بشوف أرضه بشوف أولاده بشوف حاله بشوف الجرحى والمصابين والشهداء اللي راحوا لنا. هذه الهدنة التي كان يفترض أن تستمر 72 ساعة لم تقنع بعضهم. لا والله ماني واثقة، أقول لك واثقة مش واثقة، لأنه المرة دي قالوا تهدئة وضربوا دغري فينا، والله ضربوا قبل ما نطلع من الشجاعية ضربوا وصاروا يطقطقوا علينا كمان، وطلعنا نجري جران. عملية الجرف الصامد التي أعلنتها إسرائيل على القطاع حصدت أكثر من 1440 قتيلا فلسطينيا و61 جنديا إسرائيليا.